رويدة تقبريني هلا تجي هي وعمتها، عندهم ضيوف. لأن مين الضيوف؟ الضيوف يا ستي الشيخ وضاح وأم نور. عمتي بكفوا هدول الرزات؟ هاتي شوف الله والبركة، لكن ياهم هلا نقيهم. معناتها أنا رح روح أسلق قديك. إيه كتير منيح، خلينا نطبخ الرزات فيهم. يلا تقبريني يلا. حاضر عمتي. شو عليك؟ تروح معك. وإذا شفتيه تنح راسه وما بدي أخلي رويدة ترجع معك، أنا بروح براسي برجعها. حجي أه؟ من بعد إذنك يعني عم قول لحالي نصير نخلي رويدة تنام عند إمها بس لبين ما ترجع وفيقة. إيه شو عليه؟ إذا هي إلى خاطر شو عليه؟ بس يا بي إذا نمتي عند أمك ابقي تذكرينا. لا يا عمي أنا بنسى روحي وما بنساك. أنت مو بس عمي أبو جوزي، أنت مقام أبي الله يرحمه. الله يرضى عليكي. بس تقبريني بس يا نور عيني بس. لك الله لا يوفقك يا صبحية، إلهي يبليكي بحمى ما تطلعي منها. ضليت ورا عبده ورا حرمته لحتى خربت بيته كله مشان ما تضر رويدة عنه. إيه والله يا بي قلي له لعبده إنه أنا رح أحكي له بموضوع حرمته، مالي نسيانه. يعني هو ولو قل الأدب معي بس كرامة لأبوه مو إله. الله يجبره بخاطرك وما يحرمنا منك يا إلهي. يلا عن إذنك. يلا خاطرك عمي. الله معكم. شلونك عمي؟ الحمد لله عمي الحمد لله. عود عمي عود. ما قلت لي أنت ليش مطلع له وفيقة؟ عمي الله يلعن الشيطان. لا إله إلا الله. ما بيجوزك عمي ما بيجوز. أبغض الحلال عند الله الطلاق. كعمي شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي أنا واقع بين نارين؟ ويلي أختي وعمتي أم وضاح من ناح، ويلي مرتي ومرت عمي أم صفوان من ناح تاني. علي الحلال ضعت ما عاد عرفت حالي وين؟ يعني ما طلقت كرام فيها؟ أعوذ بالله عمي أعوذ بالله، أنا بحبها لوفيها ومتعلق فيها مثل ما بيتعلق البب بأمه. خير إن شاء الله عمي خير. هلأ بنبعته للشيخ نزير رجع لك حرمتك على سنة الله ورسوله إن شاء الله. أنت شو عم تحكي؟ عبده ماله عنا حرمة، شو نسي حاله إنه طلعها ورماها؟ شو هالحكي مرت عمي؟ شو هالحكي؟ أنا بحبها لوفيها وما بستغني عنها بنو. لا استغني تقبرني استغني. أنت مالك عنا حرمة اسمها وفيقة، هلأ اللي عرفت قيمتها روح لعمتها. صبحية مدام طلعها ورماها شو جاي يساوي عنا؟ مرت عمي أنا ما جيت لعندكم من راسي، لو ما بعت لي عمي أبو صفوان ما بيجي. عن إذنكم. عود أب محجوب عود. بدي روح تركني. خلص هلأ أنت ترك لي هالموضوع كم يوم. اختاركو أنا تاركو الموضوع ما عم بحكي فيه، مثل ما قلت لكم لو ما بعت لي عمي أبو صفوان ما بحكي فيه بنو. خاطركم. سلام يا عمي. الله معك أب محجوب. هلا انت بعت له انه يجي؟ ايه يعني ما اجى من حاله؟ لا. وانت شلون بتبعت له خبر بدون ما تقول لي؟ لانه هو ابن اخي وهي بنتي وبدي رجعهم لبعض على سنه الله ورسوله. شو فيها هاي؟ عيب؟ ايه عيب. وفيقه ما رح ترجع له الا ليساوي اللي طلبناه منه. حسبي الله ونعم الوكيل. وبركي ضل مطلقها وبطل يرجعها على عصمته. لا لا تخاف، عبده بيموت على وفيقه. ما شفته كيف رح يبكي مثل الولد الصغير مشان ترجع له.